أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستسمح للمواطنين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة والذين ستنتهي تأشيراتهم بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة عام ونصف على الأقل. قرار اتخذته الإدارة الأمريكية في وقت قياسي وبررته بالخطر الذي قد يتعرضون له إن عادوا إلى سوريا. من الشقاق والتفاصيل من واشنطن. هذا الجواز. نسيب طالب سوري من دمشق يدرس للحصول على الماجستير في ولاية كولورادو الأمريكية. تحدثنا معه عبر الإنترنت من واشنطن. قال إنه والكثير من الطلبة السوريين هنا يخشون العودة إلى دمشق بعدما ساءت الأوضاع الأمنية هناك. نحن فعلا مرعوبين من الرجعة لسوريا. بتعرفي العصابات الأمن المسلحة بسوريا عم بيستهدفوا المدنيين بغض النظر عن الأسباب السياسية ووجهات نظرنا السياسية باللي عم بيصير بسوريا. صار أي واحد مستهدف بالتفجيرات والأحداث يعني بشكل عام. لكن نسيب يقول إنه شعر بالراحة بعد أن ضمت وزارة الأمن الوطني الأمريكية الرعاية السوريين إلى برنامج الحماية المؤقت الذي يمدد تأشيرات سفر السوريين سواء كانوا طلبة أو زائرين 18 شهراً ويسمح لهم بالعمل هنا، ويتم تمديد البرنامج في العادة حتى تتحسن الأوضاع في بلدهم الأم. تقدر وزارة الأمن الوطني أن ما بين 2500 إلى 3000 سوري يقطنون في الولايات المتحدة على تأشيرات سفر مؤقتة يستطيعون الاستفادة من برنامج الحماية المؤقت. البرنامج يشمل 7 دول أخرى منها الصومال والسودان والسودان الجنوبي. سورينا كثير، عنا أصحاب نزلوا من قطر، نزلوا من السعودية وانكمشوا بالمطار لسبب ما، في عالم منه حاطين على الفيسبوك شعارات مناهضة للنظام. ولم ترد السفارة السورية في واشنطن على طلبات العربية للتعليق على القضية. المنظمة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز هي التي قدمت الطلب لضم السوريين إلى برنامج الحماية المؤقت، وتقول إنها حصلت على الرد في أقل من 2 شهر، وهي مدة قصيرة وغير معهودة لهذا البرنامج. هذه حالة فريدة، لأنه بغض النظر عن المواقف السياسية للسوريين هنا فإنهم سيتعرضوا للمخاطر إن عادوا، وخاصة معارضو النظام الذين سيكونوا في خطر أكثر. لكن نسيب يقول إن لديه مشاعر متناقضة. أحيانا كثير بحس حالي أناني جدا، أنه لا بدي ضلني بأمريكا وبدي أنسى هالعالم اللي عم بتموت وأنسى أهله، شوي صعب يعني. منى الشقاق، العربية، واشنطن.